شوربة البصل ادي الزبدة ونحط ايه البصل كوباية بصل تمام وابتدي ايه البصل ده اشوحه واسويه بس مش عايزه يغمق يدبل وما يغمقش اوكي ملعقة برضو من الدقيق صغيرة ها كده ونقول ونقلب بسم الله اوكي كفاية هنسيب بقى الكلام ده مع بعضه كتير تلت ساعة اوكي شايفين لونها كلير مش غامقة ولا كلام من ده اوكي لازم تبقى كده والبصل ما يبقاش مغمق ينفع مع واحد كامبو والله ممكن جدا ونحط عليهم الجبنه الجريير خلي بالك وبعدين نعمل كده وكده ونحط جبنه جريير اوكي خلوا بالكم بقى ده الفرق بقى اللي ايه ده زي ما الكتاب لاروس بيقول وده الفرق اللي مش لاقوه في السوق اوكي وننزل بقى بالشوربه ببصلها بحالها بمالها استمنت بعد ما صبينا الشوربه بقى مش هنحط تاني بقى ايه عيش على الوش اوكي الطريقه التانيه بقى ما بنحطش عيش جوه وجبنه وبصلها يبقاش كتير قوي كده اوكي وفي الوش بس بنحط ايه توستايد باجات طبعا متحمصه اوكي وفوقيها شويه الجبنه وهو ده وكان الله بالسر عليم لا دي بتبقى طبعا اشد وادسم بكتير ومعها الكونسوميه وبتاع والحدوته دي الله الله طبعا الشوربه دي طبعا يعني ايه حلوه قوي بسم الله الرحمن الرحيم هندخلها الفرن بقى تسيح الدنيا دي ونقدمها